امين احبائي. النهارده عايز اتكلم عن احنا قلنا ثمر الروح القدس. اتكلمنا عن ثمر الروح القدس هو معرفه محبه. هذا ما نجده في غلاطية 5:22 بيقول كده ان ثمر او اما ثمر الروح فهو محبه، فرح، سلام، طول اناه، لطف، صلاح، ايمان، وداعة، تعفف. ده ثمر الروح القدس. ثمر الروح القدس يعني ايه؟ يعني لما يكون الروح القدس ساكن فيا بتكون عندي الحاجات دي. ده ثمر نتيجه لوجود الروح القدس جوايا. فاتكلمنا المره اللي فاتت عن المحبه وعرفنا ان فعلا ان الروح القدس بيملى الانسان محبه، وهذه المحبه بتعطي له قوه. النهارده عايز اتكلم عن الفرح. احنا اتكلمنا على الكريسماس، على بشارة الفرح. الكريسماس كان بشارة فرح، لكن انا عايز اتكلم عن فرح اللي بيعطيه الروح القدس باستمرار. فرح روح الله وحلول روح الله فينا. على فكرة عايز اقول لكم احبائي ان الرب يسوع اتكلم نفسه عن الفرح وقال انا عايزكم تكونوا فرحانين. يعني لما نجد في يوحنا 16:24 بيقول ايه؟ الى الان لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تاخذوا لكي يكون فرحكم كاملا. يعني هو الرب مهتم جدا ان احنا لازم نفرح، يكون في فرح في حياتنا. ليه بيكون كده يا احبائي؟ اقول لكم ليه. تعرفين لما تعرفوا لما بيكون الروح القدس فينا بيكون بيقول عن الكتاب ان هو عربون الميراث. يعني احنا عندنا الميراث الابدي اللي هو ملكوت الله، مش كده؟ ان كل واحد مننا هياخد جسد ممجد. تعرفوا من اهميه جسد الممجد ده عشان ايه؟ عشان يستحمل الفرح والقوه والمجد بتاع الرب. لان جسدنا ده ما يقدرش يستحمل المجد بتاع الرب، لكن هيعطينا الرب جسد جديد ممجد. لكن هنا على الارض بيدينا العربون. تعرفين العربون يعني ايه؟ يعني اول دفعه. والعربون ده بيكون اسم بيسميه عربون الميراث. يعني بيدينا لمحه من لمحات المجد والفرح بتاع السماء هنا على الارض. لان الرب نفسه عايش في حاله مجد، في حاله قوه، وبيدينا بروحه ان احنا نشترك معاه في هذا الامر. فالرب بيدينا من مجده هنا على الارض عن طريق حلول الروح القدس. الروح القدس هو ايه؟ مين يعرف الروح القدس هو ايه؟ في ناس بتعتقد ان الروح القدس هو قوه يعني الرب بيبعتها. لا، الروح القدس هو روح الله. تعرف الرب يسوع قبل ما يمشي بيقول ايه؟ هقول لكم اقراكم كلام عن الروح القدس بيقول ايه. بيقول في يوحنا 14:16 بيقول: وانا اطلب من الاب فيعطيكم معزيا اخر ليمكث معكم الى الابد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم ان يقبله لانه لا يراه ولا يعرفه، وانتم ما انتم فتعرفونه لانه ماكث معكم ويكون فيكم. بعد كده العدد اللي بعديه بيقول ايه؟ لا اترككم يتامى اني اتي اليكم. يعني معناها ان الرب يسوع ارتفع من على الارض، هو كان معاهم، بيقول لهم لا ده لما برتفع هبعت لكم روحي اللي هيكون معاكم على طول، هيمكث معكم الى الابد. الرب يسوع كان معاهم، مش كده؟ فكان لما الرب يسوع يكونوا جعانين يقولوا له تعالى، يقولوا كونوا تعبانين يقولوا عزينا. وجودهم مع الرب يسوع كان يديهم قوه ويديهم فرح. عشان كده لما الرب يسوع قال لهم انا ماشي بيقول لك ايه؟ بيقول لهم لان قلت لكم انا ماشي ملأ الحزن قلوبكم. لان كان سند ليهم الرب يسوع، مش كده؟ ده بيقول لهم على فكره ده انا في حاجه محضرها لكم احسن. هيكون الروح القدس هبعته لكم، وده بقى مش هيكون بتشوفوه كام ساعة في اليوم زي ما كنتوا بتشوفوني، ده ماكث معكم ويكون فيكم، ده هيدخل جواكم.
يعني نشكر رب احبائي دلوقتي احنا متمتعين كان الرب يسوع معانا بل اعظم دلوقتي الرب يسوع اصبح جوانا ده الروح القدس ان الله بيحل فينا بروحه عشان كده بيقول لا اترككم يتامى انا عارف ان كنتم بدوني هتزعلوا وهتحس انكم زي اليتامى انا مش هسيبكم كده لكن انا فعلا هكون معاكم هكون معاكم بالروح القدس الروح القدس بيعمل ايه في القلب احبائي بيعمل ايه في الانسان الروح القدس بيغير الانسان ومن ثمر الروح القدس لقينا المعرفة محبه لكن الروح القدس بيعطي فرح وعايز اكلمكم عن هذا الفرح بيقول ان الروح القدس اسمه في اللغه اليونانيه اسمه الباراكليت مين سمع التعبير ده قبل كده باراكليت باراكليت يعني ايه يعني المعزي او المساعد او المحامي او الشفيع كل دي معاني الباراكليت يعني المحامي بتاعي والشفيع بتاعي والمعزي بتاعي والمريح بتاعي الرب بعته ليا عشان يسكن فيا الى الابد مين يدي المادة للرب على كده واحنا في عصر الروح القدس احبائي فنحن في عصر الروح القدس اللي فيه كل واحد لما يجد نفسه في تعب او نجد نفسه محتاج لدفاع عنه او محتاج لقوه بيبرد روح الله معاه الرب عايز بيقول لهم اطلبوا لكي يكون فرحكم كاملا انا عايز اديكم هذا الفرح الكامل عايز احضر فيكم وثمر الروح القدس هيكون فيكم فرح الفرح بتاع الروح القدس ما هوش فقط مجرد مشاعر زي ما انا بقول بيختلف عن مفهوم السعاده يعني مفهوم الانسان بطبيعته ان هو في بعض الهرمونات في الجسم اللي هي السيروتونين والدوبامين والحاجات زي كده اللي هي هرمونات الايه السعاده ان كده يلاقي نفسه فرحان شويه بس عارفين ان الهرمونات دي برضو لانها في الجسم لما بتطلع بتنزل بعد كده فعشان كده تلاقي ان الواحد يكون عنده سعاده كتير بعد كده تلاقي ان هو ايه حس بحاله احباط وما اعرفش جايه منين دي هرمونات في الجسم بتيجي نتيجه ايه الحكايه دي نتيجه حاجات بتساعدني واحد كسب حاجه واحد ابتدى يحس بمثلا حد بيعتني بيه في حاجه حصلت بتفرحني لكن الروح القدس ما هوش كده يا حبايبي الروح القدس بيدي سنده من جوه الانسان وبيدي تعزيه من جوه الانسان دي ما بتروحش منه ابدا ولا حتى في وقت الاحزان بيسنده وبيعزيه يعني يعقوب بيقول في يعقوب 5:13 على احد بينكم مشقات فليصلي اما سرور احد فليرتب يعني سواء انت في حزنك او فرحك روح الله انت مفروض تاتي للرب بتسبيح او بترنيم او بصلاه لان فيك روح الله اللي هيسندك في كل وقت فتعزيه الروح القدس احبائي والمعونه بتاعه الروح القدس هي لكل انسان يطلبه انا بكون مذهول فعلا ازاي القدره اللي ربنا بيديها لاولاده في قدره غير عاديه ربنا بيديها لاولاده ان هم يستحملوا الاضطهاد ويستحملوا الشر ويستحملوا التجارب وفي نفس الوقت هم في حاله تمجيد والشكر والتسبيح للرب في حياتي وفي خدمتي لقيت ان فعلا في ناس كتير جدا بيتعرضوا لظروف غير عاديه ظروف صعبة جدا يعني كان ممكن واحد ما كان علشان ينكر المسيح ممكن بيعذبوه ممكن بيضربوه ممكن يخلوا يلعبوا له في دماغه يعني بعض وسائل التعذيب في بعض الدول بتتعمل انه مثلا يخلوا النور شغال على طول ما يطفوش النور ابدا ويلعبوا الانوار والحاجات زي كده بحيث حتى الهرمونات بتاعت جسمه
ان هو تتلخبط فيحس باكتئاب وبيحس ده كله، لكن نجد ان في هذا كله برضه مش عايز ينكر المسيح ويعلن انه للمسيح، مع انه ممكن في لحظه واحده ان هو ينكر المسيح وخلاص كل الحاجات تتحل في لحظه ويلاقي نفسه قاعد في بيته في دفى وكل حاجه، لكن بيختار ان هو يتعذب عشان المسيح. في ناس تعرضت لظروف صعبه جدا، وناس عادتها وناس عملت لها ابيوز، يعني عملت لها اذلال، وجت اللحظه اللي ممكن ينتقموا منها من هذه الناس، لحظه ممكن ينتقموا منها، وقالوا لا مش هننتقم لان يسوع علمنا ان احنا نسامح، ويسوع علمنا انا دلوقتي عندي الاراده ان انا اسامح ولا ما اسامحش، لكن انا بختار ان انا اسامح. قوه غير عاديه يا حبايبي. تفتكر هؤلاء الناس ضعاف؟ دول مش ضعاف ابدا، ده خدوا قوه لان معاهم قوه غير عاديه اسمها قوه الروح القدس بتديهم المساعده في وقتها. عايز اقول لكم احبائي حاجه مهمه جدا، خلي بالكم الموضوع ده يعني ضروري من اساسيات الحياه المسيحيه. الرب بيقول كده انتم بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا. عشان الواحد يكون يمشي في طريق ربنا ويستمر في طريق الرب، لا يمكن ان يعمل هذا ابدا بدون الرب يسوع بدون قوه الروح القدس. انا ما اقدرش على حاجه اطلاقا غير اتي بارادتي الحره، ده الجزء اللي عليا، بس المهم ان انا استعمل هذا الجزء بارادتي الحره، ان انا اجي اليه واقول له انا محتاج لمعونتك، انا عايز اصدقك حتى لو ما كنتش عندك ايمان. فاكرين في مرقس الصحاح التاسع بيقول ايه؟ امنت فاعن عدم ايماني، يعني الراجل ما عندوش ايمان بس بيقول له اديني معونه علشان اؤمن بيك. تعرف الرب عمل المعجزه ليه؟ لان شعر ان هذا او شاف ان اراده هذا الشخص ان يشوف مجد الرب فوراه له. فانا كانسان وانت كانسان ما عندناش حاجه نقدر نعملها غير ان احنا ناتي بارادتنا الحره ونقول له يا رب احنا عايزينك تسيطر علينا بالروح القدس، عايزين قوه بالروح القدس، بنؤمن بيك بالروح القدس، ومهما كان احتياجاتنا بناتي اليه بارادتنا الكامله، لكن بعد كده هو اللي بيتصرف. وعلى قد ما بنعترف بضعفنا قدامه على قد ما تكون القوه في حياتنا. ده الفرق بيننا وبين الناس اللي يقول لك على قد ما تثق في نفسك وعلى قد ما تثق في قدراتك على قد ما يكون نجاحك. ممكن الحاجات دي تنفع في النجاح الارضي، لكن عايز اقول لكم حاجه، ان الانسان مهما وصل الى نجاح في هذه الارض ومهما وصل لمراكز، في الاخر هيقول زي ما سليمان كده الحكيم قال باطل الاباطيل هو ذا الكل باطل. هو ممكن فعلا انه يربح العالم كله بسبب المبادئ اللي بيحطها للعالم، لكن في الاخر ايه؟ بيخسر نفسه. ولذلك نجد ان كثيرين جدا من الناس اللي هم نجحوا وصلوا لاشياء ممكن اي انسان يحلم بيها بيقول لك بس انا عايز ساعه راحه بال، انا حاسس ان خسرت حياتي كلها. خسرتها ازاي يا عم؟ ده انت كسبت كل حاجه، ده انت خدت كل حاجه في الدنيا. فيش الناس تتمنى تعيش ساعة من انت عايشها، يقول لك ياخدوا بس حياتي، بس ياخدوا الباكج كله على بعضه، يشوف اللي انا فيه والحزن اللي انا فيه والفراغ اللي انا فيه. انا مش ضد النجاح، لكن عايز اقول لكم حاجة احبائي، النجاح الحقيقي مش هو ان انا بس اوصل لبعض اغراضي، لكن انفذ مشيئة الرب بحياتي بقوة الروح القدس اللي جوايا، فممكن انجح لكن في نفس الوقت وانا فرحان ومليان بقوه الروح القدس. فانت لا تستطيع ان تعمل شيئا بدون الرب. الفرق بين الناس ضعاف او اقوياء هو الفرق الوحيد دوت. في واحد بيعترف بضعفه فياخد قوه، واحد لسه حاسس ان هو يقدر يعمل كل حاجه يبقى ايه؟ بقى ضعيف. عشان كده بولس قال عن نفسه
حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي. قال لهم على الحاجات اللي ربنا عملها معاه والمعجزات، لكن قال الحاجات دي مش إطلاقا مش بفتخر بيها. ليه؟ أنا بفتخر بس بضعفاتي، لأن لولا الافتخار بضعفاتي ولولا أن أنا عرفت هذا الضعف ما كنتش خدت قوة. لو أنا ما عرفتش هذا الضعف ما كنتش خدت قوة. عشان كده أنا لما افتخر افتخر إيه؟ أنا ضعيف لكن أنا بيسوع قوي، وبقوة الروح القدس فيا قوي. لذلك أنت لا تستطيع أن تعمل شيء بدون يسوع وبدون قوة الروح القدس. فقط عليك أن تأتي بإرادتك وتقول له أنا ما عنديش حاجة فيدينا. فاكرين جدعون لما كان عنده جيش كبير عشان يحارب بيه، رب قال له ايه؟ قال له ده كتير عليا، كتير عليا، ده ما تقدرش تدخل بالجيش ده كله. قال له ده انت المفروض ربنا يقول لك ايه؟ خلاص روح ونادي ناس تانيه اكتر عشان يقدروا يهزموا اعدائكم، لان اعدائكم عايزين ان هم يدمروا هذا الشعب. المديانيين كانوا يجوا بعد ما الشعب يعمل الحصاد بتاعه وكل حاجه، يجي ياكل الحصاد بتاعه، يعني عايزين يموتوهم، يموتوهم من الجوع. فكان جدعون كان بيضرب الحنطه مخبي شويه حاجات كده، فعايز الرب يقول له رب معك يا جبار البأس، يقول له جبار البأس انت مش شايف ده، انا خايف وتعبان. فعمل جيش، الرب قال له لا الجيش ده كتير عليا، انا عايزك انك انت تقلل لي هذا الجيش. قعد يقلله يقلله لغايه لما وصل ل 300، و 300 هزموا كل جيش العدو، عشان يقول ليس بالقوه ولا بالقدره بل ايه؟ بل بروحي قال رب الجنود. لذلك مش مهم انت عندك قوه قد ايه وتفتخر بشخصيتك هي عامله ازاي، اهم حاجه تعترف بضعفك على قد ما تعرف ضعفك قدام الرب، على قد ما قوه الروح القدس يملاك. عشان كده الرب يسوع نفسه قال تعلم مني لاني وديع ومتواضع القلب. الرب يسوع بيقول انا مش بعمل اعمالي من نفسي، انا مش من جسدي، لكن الاب الحال فيا هو ايه؟ يعمل الاعمال. يعني هو جسده طاهر وفعلا هو ابن الله الظاهر في الجسد، لكن بيقول انا القوه اللي جايه مني جايه من فوق. ولذلك اذا كنت انت عملت اي شيء من الرب، اعرف انك اخذت قوه فوقانيه. ما تفتخرش ان اللي انت عملت هذا العمل، لكن افتخر انك انت كنت ضعيف واظهرت ضعفك، فالرب في وسط هذا الضعف اظهر قوته والتعزيه الروح القدس. فعشان كده اللي عايز يتعزى وياخد فرح الروح القدس يجي يقول له انا فاضي يا رب، انا تعبان، انا ما عنديش اي امكانيات، لكن اللي عندي جايبه لك ارادتي، ده اللي عندك لازم تستخدمه. بس خلي بالك ما كنتش تاخد ارادتك وتاتي بارادتك، ما ينفعش. يعني لما كان العازر كان محطوط الحجر على فوهة القبر، الرب قال لهم انزعوا الحجر، مع ان الرب اللي اقام الموت ممكن في لحظه واحده يفتت الحجر، لكن هو قال لهم ايه؟ لازم تعملوا الحته دي الصغيره دي اللي عليكم، ها؟ وانا اعمل معجزه، انت تجيلي، انت تجيلي وانت ما عندكش اي امكانيات، بس بتجيلي بتقول لي انا اللي عندي بقوله لك اهو يا رب، انا عندي اراده حره. على فكره كل واحد مننا عنده اراده حره، ممكن يختار الرب او لا. مفيش حد طول ما هو عايش على هذه الارض ما عندوش اراده حره. واللي يقول لك ان انا بعمل كل ده غصب عني وبعمل ده كله لاني انا ماليش ذنب في ده كله، انا تعذبت، انا عملت، في ناس كثيرة جدا يقول لك ان انا حش لومي، انا طفولتي كانت صعبة جدا، انا كل ايامي عذاب، لذلك انا مش مسؤول عن اللي بعمله، انا فعلا انسان مدمر، وانا الشر اللي بعمله ده اكيد ربنا مش حاسبني عليه، لان مش انا السبب، السبب هم اهلي، سبب المجتمع، سبب كذا كذا كذا. عايز اقول لك حاجة حبيبي، انت لا يمكن الله لا يشمخ عليه، مش هتعرف تضحك عليه. انت عندك ارادة مهما كان، لكن الرب مش عايزك تستعمل هذه الارادة انك تجيله وتعترف بضعفك قدامه فيديك كل بركات السماء. مين يقول له امين يا رب؟ انا جاهز لبركات السماء.
بركات الروح القدس اللي بيدي امكانيات غير عاديه. انت احيانا تشوف نفسك ضعيف وتشوف نفسك ما حلتكش ولا حاجه وتشوف نفسك كانك يعني واحد لا حول ولا قوه لي، لكن الرب يقول هذا الانسان انا هطلع منه مجد اذا جالي واعتمد عليا. عشان كده يقول الرب اختار المصدره وغير ايه؟ غير الموجود. يعني الناس دول محسوبين على المجتمع، المصدرة المحتقرين وغير الموجود اللي هم يعني مش محسوبين وسط الناس. مرة كنت بتكلم مع واحد في الهند وبيقول لي عندنا احنا في الهند كلاسس، في الكلاس الاول اللي هو الكاست الطبقات بتاعه الناس، وفي بقى طبقه بيقولوا لها ان هو اوت كاست ديت اللي هي ايه ملهاش قيمه في المجتمع. دول اللي هم عند الرب اسمهم المصدره وغير الموجود. الناس تقول لك دول ما لهمش قيمه، هم المصدره والغير الموجود اللي بيبني بيهم ملكوته. ده مجد الرب. عشان يقول لك ليس بالقوه ولا بالقدره بل بروحي قال رب الجنود. والناس بقى اللي جايه تقول لك انا عندي ذكاء وعندي ذاكره وعندي ده وعندي ده، يقول لك طب استنى لغايه لما تعرف انك ما عندكش حاجه وبعد كده ابتدي انا بقى اعمل معاك. مش كده ولا ايه؟ يجي لك مشكله كده ربنا يحمينا كلنا، تحس مفيش حاجه بتدفعك خالص، لا ذكائك نفعك ولا الناس نفعاك ولا الخبره بتاعتك نفعك ولا حاجه خالص نفعك. تيجي تقول له مفيش حاجه نفعك، يقول لك خلاص بقى انت كده اديني انا بقى السكه، لاني انت اعترفت بضعفك وانا ساعطيك قوه. الرب بيدي قوه وبيدي تعزيه بيدي فرح، فالفرح دوت بيدفعك للحياه. تعرفوا احبائي لما بيقول في كورنثوس الثانيه اصحاح الرابع عدد 8 بيقول متحيرين لكن غير يائسين. يعني ممكن تتحير تقول ايه اللي بيجرى يا رب ده؟ ليه يا رب انت بتعمل كده؟ انا مش عارف ايه اللي بيجرح ولا بتحتار، لكن عمرك ما تيأس. ليه؟ لانه فرح الروح القدس لازال فيك وقوه الروح القدس لازالت تملى حياتك، مش هتوصل للياس ابدا. امين. ولذلك انا عايز اقول لكل انسان انت عندك واحد اسمه المعزي المريح المحامي المدافع الشفيع يسكن فيك، ولذلك انت في ذاتك ضعيف لكن في هذا المعزي انت قوي جدا. ارتفع بيسوع اللي فيك، ارتفع بروح الله فيك وقول له ملاني بتعزية الروح القدس وفرح الروح القدس، لاني عايز اتقدم للامام ومش عايز ارجع لورا ابدا. وانا قاعد النهارده في الاجتماع كنت بقول كده يا رب انا عايز النهارده الناس تاخد هذا القرار، مش هنرجع لورا ابدا بل هنتقدم لقدام على طول باسم الرب يسوع. بل بالعكس الماضي هبص ليه واقول انا اتعلمت منه، لكن انا مش همشي ابدا بالماضي بتاعي، والماضي بتاعي مش هيخليني ان انا اتعثر وانا ماشي. الرب مش بيبص للماضي بتاعك عامل ازاي، الرب يبص يلاقي ايه؟ ركب منحنيه دلوقتي ولا لا؟ انسان محتاج لروح الله ولا لا؟ تعرفوا احبائي اكتشفت الناس لما بتحس بذنب من ناحيه الماضي بتاعها تعرفوا بيعملوا ايه؟ بيعملوا ايه تفتكروا؟ هل بيعيشوا في عذابه على طول؟ لا، تعرفوا بيعملوا ايه معظمهم؟ معظمهم بيدينوا اخرين. تجد ان الناس اللي هي اللي لسه ما سامحتش نفسها ولسه عايشه في الماضي بيدين الناس التانيه ويشوف الاغلاط على الناس التانيه، ودائما ان هم منحصرين في بعض الافكار ومش عارفين يتغيروا. الرب بيقول لك انت ماشي في الموضوع ده ليه؟ وهنا ليه ستك في الخطوه ديت ومزنوق وقاعد فيها مع اني انا مديلك مستقبل هديلك فيه القوه اللي انت تحتاجه هديهولك عشان تعمل مشيئتي. انا عايزك مش تبقى باصص للي انت عملته زمان ايه، لاني انا محيت كغيم ذنوبك، ابعدت معاصيك كبعد المشرق عن المغرب. مش ممكن المشرق
ان هو يتفق مع المغرب مش كده؟ يتلاقى ممكن مشرق والمغرب يتلاقى؟ ما ينفعش مش كده؟ فعشان كده انا ابعتهم خلاص، انا ابعت ان انا فعلا اطرحها في اعماق البحر خطايات انتهت خلاص، سيبك من اللي فات وتعالى قدامي، ما تفضلش فاكر خطاياك على طول وفاكر اللي حصل معاك على طول، فاكر يا ترى انا اذنبت ويا ترى هو بيعاقبني على انا اذنبت اليه، يقول لك انسى اللي فات وهذا الكل قد صار ايه؟ جديدا. هللويا. انت عندك قوه بالروح القدس، تعزيه بالروح القدس، فرح بالروح القدس، الرب عايز يقودك فيه مش عايز يبص لورا. امين. عشان كده انا باسم الرب يسوع النهارده انا عايز كل واحد يطلع من الاجتماع النهارده مليان بالحافز ومليان بالقوه، يقول كده انا هعمل مشيئه الرب في حياتي وانا مش هبص لورا ابدا، وانا هاخد قوه بالروح القدس وتعزيه وفرح بالروح القدس. تعرفوا احبائي الفرح بتاع الروح القدس بيعمل ايه؟ بيعمل فيا حافز ان انا اعمل مشيئه الرب. تجد نفسك بتعمل العمل بفرح. يعني انا ممكن تكون مثلا حاسس انك انت تعبان جدا جدا وما عندكش طاقه. احيانا كل واحد كده كل كام يوم كده يجي لك انك انت ما عندكش طاقه، حاسس انك انت طاقتك قليله شويه. بس لما تسمع عن حد محتاج انه يسمع كلمه المسيح تلاقي نفسك جواك مليان تحفظ وطاقه، ويقول لك انا هنزل اكلمه باسم الرب يسوع وانا هاخد قوه، وتلاقي القوه دخلت جواك والصحه مش عارفش جات لك منين، وعندك طاقه ما تعرفش جات لك منين، وقادر انك انت تخدم. لان ايه؟ لانه فرحان، فرح الروح القدس فيك. بولس الرسول في رساله فيليبي الاصحاح الاول كان في ناس بيغيظوا بولس، كان بيغيظوا ليه؟ تعرفين كانوا بيغيظوه ازاي؟ انا قلت لكم الموضوع ده قبل كده. كان يروح يبشر الناس يقول لك مش بولس يعرف يبشر، انا هعرف ابشر احسن منه. بولس كان بيعمل ايه؟ يقول لك لا 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 ده انا بولس. قال ده انا فرحان، ده انا افرح وسافرح ايضا، انا مش عايز ايه؟ انا عايز رساله المسيح ينتشر. فكان عنده دايما ان هو حتى الناس عايزه تحبطه وعايزه تثبط الهمه بتاعته وعايزه تخليه تعبان وعايزه تخليه يحس ان هو يعني محارب، يقول لك لا ده كان سواء بعله او بسبب كويس انا فرحان ان الانجيل هينتشر. عنده فرحان، عنده فرح، لان لما بيشوف عمل الرب بيفرح. فالفرح اللي بيديه الروح القدس بيخلي عندي حافز ان انا اعمل مشيئه ربنا، ولما اشوف مشيئه ربنا في حياتي بتحصل بفرح اكتر واكتر واكتر. مين يقول له يا رب املاني بفرح الروح القدس النهارده؟ امتلي بقوه روح الله، قول له املاني بالقوه فهو يعطي الروح القدس للذين يسالونه. ولما تمتلي بقوه روح الله هتلاقي نفسك فرحان. وهذا الفرح ما تقدرش تجيبه ابدا من العالم. انا كنت انسان بعيد عن الرب وايضا قربت للرب. الفرح اللي بيديه الروح القدس ما تلاقوش في اي حته. اي حته. لو قالوا لك يعني الواحد بتحصل معاه نجح، اتجوز، عمل، في حاجات بتحصل يبقى فرحان قوي مش طايق نفسه من الفرح. بس لا يقارن بالفرح اللي بيديه الروح القدس. لان الفرح اللي بيديه الروح القدس بيكون بس مش حاجه من بره، حاجه من جوه بتدفعك وبتدي لك حياه. تحس انك انت حييت. حييت. تحس ان حياه بتضرب جواك، فرحان. فرحان لان يسوع هو اللي بيدي لك هذه القوه عربون المجد. امين احبائي؟ فعشان كده النهارده عايزين ناخد فرح وقوه فرح بالروح القدس غير عاديه. في حاجة مهمة جدا أحبائي برضه لازم أقول لكم عنها. إن يعني الكتاب المقدس بيقول إيه؟ في أفسس 4:29 بيقول: لا تخرج كلمة رضية من أفواهكم بل كل ما كان صالحا للبنيان. لكي يعطي نعمة للسامعين ولا تحزنوا لغايه لما يعني ولا تحزنوا. ايوه لغايه اهي
ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم بيوم الفداء. يعني ممكن نحزن روح الله؟ هو روح الله يحزن يبقى ده حزين ده فرحان. هو روح الله مش بيحزن، بس الفرح بتاع القوة اللي جوايا انا بطفيه. بطفيه ازاي؟ ما انا لما بعمل اعمال الروح القدس، الروح القدس فرحان. لكن لما اجد بتكلم كلام وحش او ان انا بعمل اعمال ضد مشيئة ربنا، اجد نفسي بيطفى الروح جوايا، بيطفى الفرح جوايا. الروح محدش يقدر يطفيه، ومحدش يقدر يحزن روح الله. لكن انا اقدر احزن روح الله جوايا انا، ان ما بيبقاش مديني الفرح، ما بيبقاش انا ببني على القوه بتاعته. ولذلك في احيانا تجد نفسك كده قاعد ومفيش فرح خالص، وحاسس انك مش فرحان، وحاسس مفيش ستاند يا رب، مش ستاند، وحاسس ان انت من جواك كان الرب بعيد عنك، مع ان هو مش بعيد، هو ما بيمشيش ابدا على فكره. هو قال ايه؟ يمكث معكم ويكون ايه؟ بس انت تكون ممكن تكون حاجه عملتها طفت روح الله. لما تطلع كلمه رديه او كلمه عدم ايمان، احيانا احنا بنتكلم، بعتقد ان الناس بتعتقد ان الكلمه رديه عن شتيمه. طبعا شتيمه وحشه جدا، لكن لما اطلع كلمه عدم ايمان، اطلع كلمه تحطم اللي قدامي. احيانا انا حتى انا مع الهزار والضحك مفيش مشكله، احنا تسليه الماء اذا كان تسليه الماء للمحبه، لكن احيانا بيطلع في هزار كلمه تجرح اللي قدامي، يقول لك لا اعطي نعمه للسامعين، ما تجرحش حد، تطلعش كلمه رضيه من افواهكم، مش كده؟ لان الحاجات دي بتطفي روح الله اللي جواك، بتحزن روح الله، بتجعل ان الفرح مش موجود. لان الفرح يكون موجود شغال، ومش بس في الاحساس، لكن اللي جوه الحافز بتاعك والقوه طول ما انت ماشي في مشيئه ربنا وبتعمل اعمال الرب. لكن تجد ان اول ما يبتدي الجسد يظهر، طبيعه الجسد، وانت تستسلم لطبيعه الجسد، تجد ان ايه؟ الفرح انطفى. طب والحل؟ لما الفرح ينطفي خلاص انطفى الى الابد؟ لا، تجيله تاني. بيقول لا تشمتي بي يا عدوتي اذا سقطت اقوم. على فكره غرض العدو مش ان هو يوقعني، ده كلنا بنوع، لكن لما يوقعني خليني قاعد تحت ما اقومش. خلي بالكم من الموضوع ده، لما اقع يقول لك خلاص انت وقعت يا حبيبي ما تقومش تاني. مع ان روح الله بيقول لك ايه؟ الرب مسند يده، في مزمور 137 تقريبا، الرب مسند يده. يعني ايه؟ الرب هو اللي بيسندك. فخلي بالك لما انت، لما بطرس، فاكرين لما بطرس شك، لما الرب يسوع قال تعالى على الميه ماشي، وبعدين راح بطرس شك، اول ما شك عمل ايه؟ ابتدى يغرق. الرب يقول له ها اديك وقعت، قال له كده مد ايده وشاف. فعشان كده انا لما اطفي فرح الرب فيا وبحزن روح الله فيا برضه اجيله، لان في هذا الوقت بالذات هو مد ايده. ايه ده؟ انا عايز ارفعك، انا مش عايزك تقعد في الحاله اللي انت فيها دي. مش خلاص انت وقعت او وقعت للابد؟ لا، اولادي ما بيقعوش الى الابد، اولادي ما بيقعوش الى الابد، لاني انا معاهم، انا مش بسيبهم، انا هرفعهم. عشان كده لما تلاقي نفسك عندك حزن وعندك تعب، تعال يا رب فتشني انا عملت ايه النهارده، في ايه الكلمه اللي طلعت مني، رب هيفتشك وهيرفعك. لكن لا تستمر انك انت واقع. امين عزيزي. ولذلك لابد ان تؤمن ان روح الله يعطي لك قوه، انك حتى لما بتقع ان الرب بيسند ايدك وبينجيك. بس تعالى ما تروحش لحاجه ثانيه، اوعى تخلي روح الياس ابدا ان هو يسيطر على حياتك. اولاد الله لا يعرفوا الياس. ليه؟ لان فيهم روح الله. روح الله انا مش بستدعيه، تعالى روح الله جوايا اسكن، تعالى، لا ده هو ساكن فيا، انا مش بستدعي روح الله، انا بس بخلي روح الله يملك عليا.
لما بصلي، لما بقرأ الكتاب المقدس، لما أعمل أعمال الرب وأبشر باسم يسوع وأروح بره وأشوف أعمل أعمال المحبة الإلهية وأعمل الرسالة للرب الدهاني، لما أعمل ده كله أنا بعمل إيه؟ مشيئة الرب في حياتي. روح الله بيديني فرح وقوة وحافز. لكن دائما إذا أنا وقعت الرب أيضا بيسندني وأقول مجد من الرب. لكن آخر حاجة عايز أقولها أحبائي، وهذا موضوع شائك عند البعض ما نتكلم فيه لكن لازم أتكلم فيه، أنت كابن ربنا وأنت أخذت روح الله جواك، تأكد إن مفيش سعادة هتسعدك قد وجود روح الله فيك، لأن ثمر الروح القدس فرح. خلي بالك إن أحيانا كنا نحن نجري ورا الفرح في من مصادر تانية غير الرب، هذا بيحزن روح الله جواك. مش أي حاجة بتفرحنا وأي حاجة بتسبب لنا يعني سعادة وقتية هي من الرب. في أحيانا أنا بجري ورا أشياء تانية، بروح لأماكن مش كويسة، بتكلم كلام مش كويس، بشوف حاجات مش كويسة ممكن تفرحني فرح لحظي. مكتوب فرح الفاجر إلى لحظة، يعني الفرح اللي هو بعيد عن الرب إلى لحظة. بدخل وهذه الأشياء بتحزن روح الله. أنا مش عايز أقول لكم نبقى معقدين ولا شيء، إحنا ممكن نقيم مع بعض حفلات نعمل كل شيء لكن يكون الرب أولا. ما هو لازم تعرفوا كده، يكون الرب هو الأول، الاحتفال بالرب. أخونا المحبوب امبارح كان بيتكلمنا عن الأعياد، وكانت الرسالة جميلة جدا إن الأعياد إن إحنا نعيد الرب. يعني لما إحنا نكون بنعيد إحنا فرحانين بحضور الرب جوانا، ولما تكون فرحانين بحضور الرب جوانا تجد إن كل واحد طالع فرحان فرحان فرحان. لكن أنا لو أروح أماكن تانية أو أعمل أشياء تانية بتخلي روح الله اللي جوايا مش حاسس مبسوط جوايا، إن أنا مش مرتاح من جوه، ما تعملهاش. لأن مرة ورا التانية ستجد إن قلبك يتأسى، وتجد نفسك إن ابتدى بقى إيه الحزن يملى حياتك. أنت على فكرة عايز أقول لك حاجة، الفرح الحقيقي بتاع روح الله بيدي لك قوة، لأن فرح الرب هو قوتكم. لكن فرح العالم ما بيدكش قوة، بيدي لك كأن إنك أنت تنسى همومك في لحظة عشان تفتكرها بعد كده ساعات. كنت بتكلم مع أحد الناس اللي هو في الحقيقة يعني كان المفروض بيخدم الناس اللي هم مدمنين، لكن هو نفسه ما كانش لسه مؤمن، هو نفسه وقع في خطية إدمان الخمر، تعذب بسبب هذا الموضوع. نشكر رب، رب حرره بمعجزة، لكن تعذب بهذا الموضوع. كان يقول كده إن أنا كنت في الأول عايز أشرب عشان أنسى، وفعلا في هذه اللحظات بأنسى، لكن بعد ما أخلص يسموها الهانج أوفر أجد إن كل ده كل ألامي طلعت لي أكتر من الأول، فاضطريت إن أنا أزود الجرعة. بعد ما أشرب كاسين بقيت بشرب 4-5، وبعد كده ابتدى الكبد بتاعه يعني تقريبا 3/4 اتدمر، هو لسه في الأربعينات. فكان بيقول وأنا بحاول إن أنا أخدم ناس تانية ويروح لأن هو عايز يتحرر، أجد نفسي إن أنا مستعبد لهذه الأشياء، إلى أن الرب حرره بالكامل. هو دلوقتي حر بالكامل، وفعلا بيقول لي أكتر حاجة بيقول لي إنها نفعته إنه كان بيقعد مع روح الله ويمتلئ بالروح. فلما ألاقي نفسي بيسموه الكريفنج ده اللي هو نفسه في الحاجة هيتجنن عليه وحاسس إن بقه هيطرشق، كنت أجي قدام ربنا وأقول يا رب أنا تعبان ومن غيرك مش هقدر أعمل حاجة، ويفضل يصلي ويقرأ الكتاب المقدس. بيقول لغاية لما حسيت إن الروح القدس لما بيقول الآية كده لا تشربوا الخمر الذي فيه الخلاعة بل إيه؟ امتلئوا بالروح. لما ابتديت امتلئ بالروح مرة ورا التانية لقيت نفسي إن أنا إيه؟ عمال إن أنا بتحرر. دلوقتي تحرر، الرب حرر.
ممكن ما تكونش الخمره بس اشياء تانية باب اللي وراها، عايز افرح وعايز انبسط وعايز ده كله، مش مهم ايه اللي يحصل، بس انا بخسر في الاخر عزيزي، بضعف. لكن روح الله عايز يخليني في القوه. مين يقول يا رب انا عايز اعيش في القوه باستمرار؟ امين. ثمر الروح القدس هو ايه؟ فرح. امين احبائي باسم الرب يسوع. تعالوا نحن رؤوسنا في صلاه كده ونقول يا رب احنا عايزينك، عايزين روحك القدوس يملأنا اليوم ونرى فرح الرب الذي هو قوتكم. ثمر الروح القدس فرح. دائما اقول ان اخطر خمس دقائق في الاجتماع او في الخدمه هم الخمس دقائق اللي بعد الخدمه، لان دول اللي انا بستعمل بيهم الحاجه الوحيده اللي اقدر اعملها هي ارادتي عشان اخد قرارات مع الرب. اخطر خمس دقائق هما اللي احنا بنصليهم دلوقتي عشان اخد قرارات بيني وبين الرب، لان احنا ما عندناش قوه نعمل اي حاجه من اللي انا قلته لكم ده، لكن عندنا الاراده ان احنا نطلب والرب يحقق كلامه بالاعظم مما نتصور. لما اجي واقدم ارادتي قدام الرب واقول له رب انا عايزك انت، انا عايز اقول لكم حاجه يا احبائي، اللي لسه ما اختبرش نهائي فرح الروح القدس قبل كده النهاردة هيختبره باسم الرب يسوع. ثق في هذا، ثق انك انت النهاردة هتطلع من الاجتماع مسنون وفرحان لان الرب مسند يدك، لان روح الله يملاك. قول يا رب انا بفتح قلب الروح القدس وعايز روحك روح الله يملاني فرح الان باسم الرب يسوع المسيح، وعايز اعيش من هنا رايح حياة الفرح في الروح القدس باسم الرب يسوع، باسم يسوع المسيح الحي. واي قوه تعطل هذا الفرح في حياتي انا برفضها باسم الرب يسوع. اي قوه شريره بتعطل تخليني ابص للماضي او ابص لنفسي او ابص لامكانياتي او شايف نفسي ضعيف، انا بحطم هذه القوه باسم الرب يسوع المسيح وبعلن انا قوي في المسيح. انا النهارده بمتلئ بروح الله، انا ما عنديش اي قوه في ذاتي، لكن انا باخد قوه بروح الله عشان اعيش فرح يسوع لنادي باسم الرب يسوع. عايزين نصلي دلوقتي صلاه معايا مع بعض. اي حد مننا احبائي اللي بيقرر فعلا يعيش في فرح الروح القدس، قوم كده في مكانك وارفع ايديك الى فوق عشان ناخد قوه مع بعض كلنا ككنيسه ان احنا نعيش في فرح الروح القدس باسم يسوع المسيح، باسم الرب يسوع المسيح. عايزين ناخد مع بعض كده القوه ككنيسه كلنا ان احنا نعيش في فرح الروح القدس. هاللويا. مش هرجع لايام الضعف تاني، مش هخلي اساليب العدو تخيل عليا تاني باسم الرب يسوع. انا اعيش في فرح الروح القدس اللي بيديني حافز، اللي بيديني قوه، اللي بيديني معونه عشان انفذ مشيئه الرب في حياتي باسم الرب يسوع المسيح. هاللويا هاللويا. اي حد مننا دلوقتي لسه في شيء متعلق بيه في الماضي او لسه شيء شايف نفسه ضعيف، احيانا في ظروف جت لحياتك شعرت فيها انك انت ضعيف جدا جدا، وانك انت عملت حاجات غصبا عنك حتى ما كنتش عارف انك انت ممكن تعمل هذه الاشياء واخطات، لكن النهارده الرب بيقول لك انت اخطات ممكن غصبا عنك او بارادتك، لكن اعرف ان انا غافر ذنبك، انا هو الماحي ذنوبك يقول الرب. هللويا. وخطاياك لا اذكرها. اعرف ان انا عارف ان كان ده هيحصل، لكن ايضا انا بمد ايدي للمعونه النهارده واقول لك انا النهارده اعينك، انا املاك بقوه روحي اليوم. فتخرج من هذا المكان وانت فرحان. فرحان لاني انا فيك. وتجد نفسك مليان بالحافز عايز تعمل مشيئه الرب في حياتك باسم الرب يسوع المسيح. انا شاعر ان في ناس هتبتدي تشعر بفرح الرب بقوه النهارده ولو لاول مره في حياتها. النهارده اقول يا رب امين، انا بفتح قلبي الكامل لهذا الفرح. بفتح قلبي الكامل لقوه روحك القدوس عشان اعيش في فرح، ومش اعيش يا رب في الفراغ بتاع زمان والحزن بتاع زمان، لكن انت تعالج كل حاجه جوايا دلوقتي لانك انت معونتي. يمكث معكم ويكون فيكم.
باسم الرب يسوع المسيح. الان انا باخد قرار يا رب فعلا ان انا اعيش في فرح الروح القدس. هاليلويا، مبارك اسم الرب الى الابد. هاليلويا، انا جاي لك يا رب النهارده وانا ضعيف، لكن عارف انك انت فيا قوي. مفيش حد اقوى منك حبيبي. انت ضعيف وانا ضعيف، كلنا ضعفة، كلنا في الموازين الى فوق، ملناش وزن، نحن المصدرة والغير الموجود، لكن هو بيعلن فينا ملكوته. هو اختار ان يعلن في الناس المصدرة والغير الموجود دول ملكوته. عشان كده اديله المجد النهاردة، قول يا رب امين، انا امتلئ بروحك النهاردة واعيش فرح الروح القدس. لأن القدوس باسم يسوع المسيح الحي، انا جاي لك انا واخواتي بنفس واحد، انا اقول لك يا رب عايزين نمتلئ بروحك اليوم. يا رب ننسى ما وراء نمتد الى ما هو قدام. املانا بقوه روحك وفرحك اليوم يا رب، نعيش في فرح الرب، نعيش في قوه وليس في ضعف. يا رب سامحنا على كل اشياء احنا عملناها انها فعلا عطلت فرحك جوانا. سامحنا على الاشياء اللي احنا عملناها يا رب فارتفت روحك واحزنت روحك، لكن النهارده انت بتمد لنا ايدك. النهارده احنا يا رب بنمد لك ايضا ايدينا، بقول لك اسحبنا النهارده بقوه، محتاجين لقوه. ونحن يا رب نصمم ونقرر كنفس واحده، ككنيسه واحده، كعائله واحده في المسيح، ان نعيش فرح الرب ولا نسمح باي احزان ولا باي اكاذيب يخلع عنها العدو. انه فعلا روح الله بيذكرنا بكل ما قلته لنا، وانت قلت لنا سيكون لكم في العالم ضيق، لكن ثقوا انا قد غلبت العالم. انت قلت لنا السلام اترك لكم، سلام اعطيكم. هذا هو عمل روح الله فينا. نشكرك يا رب ونسبحك، نسلمك انفسنا وكل واحد مريض ايضا الان بقوه ولمسه شفاء بالروح القدس، سواء في نفسه او في جسده، لكن يطلع مرفوع بقوه الروح القدس وسلام الروح القدس وفرح الروح القدس. اشكرك ابونا السماء لانك تسمع واستجب لك كل المجد. امين. Worthy is the man. Worthy is the man.